مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من سوق اسبوعي دار بوعزه نواحي مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا في هذا الاثناء اقبال كبير للعدد، يعني من الناس على العدد يعني كبير من الناس والمواطنين على شراء واقتناء ملابس الصيف، يعني الناس اللي هنا في الساكنه ديال دار بوعزه والنواحي كاين واحد اقبال كبير على شراء ملابس صيف كما كتشوفوا. يعني احنا يلاه في بدايه هذا النهار، هذا في بدايه يعني السوق، يوم السوق، وكنشوفوا بانه كاين واحد رواج كبير وكاين واحد الحركه مروريه كبيره في هذا الاثناء، والصوره طبعا غنيه عن كل تعريف وكل شيء امامكم. فهانتوما كما كتشوفوا مشاهدينا، يعني كاين اللي جايب دجاج يبيعو، شوفوا معنا يعني هانتوما مشاهدينا سميتو الحبيقات حبق ياك حبق واقيلا. شوفوا مشاهدينا على منظر كي داير، مزوينات الوريدات الى اخره من قلب سوق الاسبوعي دار بوعزه. شوفوا معنا يعني كاين واحد رواج كبير في السوق، مشاهدينا شوفوا معنا تبارك الله كاين واحد رواج كبير راس محمد شوارع عفوا سوق اسبوعي. هاد الاثناء كما كتشوفوا رواج كبير وحركه مروريه كبيره هنا السوق الاسبوعي دار بوعزه، وبالرغم يعني من ارتفاع درجات الحراره مشاهدينا، بالرغم من انه يعني مازال يلا الصباح، يعني مازال يعني مازال الحال، يعني الناس كيلتحقوا هنا بالسوق الاسبوعي في وقت مبكر على غير يعني الاسواق الاخرى اللي كل واحد وكيفاش كيفضل وشنو معاش كيمشي له الى اخره. فانتوما كلشي على اعينكم، شوفوا الحبيقات والورد، هذا الورد كي اللي باغي الورد كيجي ياخذ الورد، حبق هذا الورد على مزويناتو. الزيتون حتى هو هذاك سميتو داك الالويفيرا حتى هي، وداك البوق داك الورد سميتو البوق، يعني كاين حتى انواع واشكال وانواع هذا ما يتعلق ب بال يعني بز يعني بال سميتو الناس اللي كتبغي الزراع الى اخره. والسوق انتما كيف كتشوفوا اقبال كبير من طرف ساكنه دار بوعزه والنواحي علاش من اجل شراء ملابس الصيف. انتما كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.